دور عن اب وام لشاب ناجح مهندس في 90 مليون، وما عندناش اي بيانات عنه، وما نعرفش عنه اي حاجه، لان هو نفسه ما يعرفش اي حاجه عن نفسه. لكن لا نمتلك غير صور صغيره. على فكره عايز اقول ان الصور للطفل في سن البدايات اللي هي 3 و4 لغايه 7 8 بتبقى تقريبا قريبه كده. احنا هنحطها تاني واحنا بنتكلم عشان لو اي حاجه هي قدام كويس، لو اي حد بيشبه على الصوره دي، لو اي حد فقد طفل قريب من الصوره دي يتواصل معانا، عشان في رجل كافح في حياته بعدين اصبح مهندس واتجوز وخلف، لكن من حقه ان هو يجد ابوه وامه واسرته عشان يقول لابنه مين عيلته. اسئله انا والله كل اللي يعني الحقيقه يعني انا طبعا يعني مقدر اللي انت فيه. شكرا. واحنا بنضم صوتنا لصوتك، ده شرف لينا، وبنحاول ان احنا نوصل لنتيجه. عايز تقول حاجه؟ لا والله انا قلت زي ما قلت لحضرتك، انا كل اللي بتمناه فعلا ان احنا يكون عندنا مركز اداره بيانات موحد على مستوى الجمهوريه يشمل كل المحاضر اللي بتتعمل، سواء العثور على طفل او ان احنا طفل متغيب او الكلام ده كله. احنا لو قدرنا نربط بينهم هنحل بنسبه 70% من المشكله الاساسيه. كلمه اخيره تحب تقولها قبل ما اختم الحلقه؟ على فكره انا هتابع الموضوع بتاعك ان شاء الله، اعتبر البرنامج متبني حالتك، ربنا يخليك، عشان نوصل لاهلك. شكرا يا دكتور بجد. وانا اتمنى يا رب يا رب بعد الحلقه دي يكون في نتيجه. عايز تقول ايه؟ انا بس بقول يعني لو الوالد او الوالده فاكرين الشكل في الصور وبحثوا عني وما عرفوش، اديني يعني انا اللي بدور دلوقتي، انا اللي بدور، فيا رب نقرب المسافات يعني. هو ده اللي الواحد بيتمنى. يا رب ان شاء الله يا مسالحه باذن الله. ربنا كبير اكيد طبعا، مش حاجه صعبه على ربنا سبحانه وتعالى.